السلام عليكم احبابي وحبابي القلب، مرحبا بكم في قناه وصفات اسمر. انا جبت لكم سلطه بزاف بنينه صحيه وهايله ما شاء الله. المذاق تاعها مميز وخطير، خطر المذاق دائما كاينه. هذه السلطه بالك تروحوا المطاعم ولا فندق تاع 5 نجوم ولا مطعم تاع 5 نجوم وتلقاو السعر تاعها غالي بزاف، ولكن التكلفه تاعها ما تفوتش بالك 50 دينار جزائري ولا هي 5000. يعني سوم تاعها والخدمه في الدار بطريقه صحيه وبنينه، بلا اخص اصحاب الرجيم واصحاب الحميه الغذائيه ياكلوا هذه السلطه راح يحسوا بالقوه ويحسوا بالشبع ويحسوا يعني مذاق مميز. ما ندورش بزاف عليكم هذا ونروحوا بسم الله ونشوفوا وصفتنا كيفاش نخدموها نهار اليوم. بسم الله على بركه الله. هنا جبت حبات تاع بسباس، البسباس كما تعرفوا كامل ورانا في وقته. البسباس تاعي هنايا واش درت له، قسمته الى شرائح ولا قطعته الى شرائح. هنا لازم الشرائح تاع البسباس كي تقطعوها تكون رقيقه. قلت لكم السلطه بالمزيج تاعها بين يعني فيها عده نكهات. هنايا تبعوا معايا الوصفه مليح من البدايه للاخر ورايحين تشوفوا طريقه كيفاش نخدموا بهذه السلطه. على بالي راح تجيكم شويه غريبه ولكن راهي صحيه وبنينه وهايله. هنا جبت زوج حبات تاع الجزر، زوج حبات تاع زروديه، يعني الحجم تاعها متوسط. جبت هذه القطعه اللي نقطعوا بها الجزر، يعني على هنايا التقطيع درتو على حساب التزيين فقط، يعني باش تجينا مدرجه كما راكم تشوفوا فيها وتجي الشكل تاعها مختلف، حتى انه الشكل تاع التقطاع والتقطيعه تاعها راهي تعطي منظر وتعطي تشهي العين باش تاكلها. يعني لازم نزينو ولا ننوعو في التقطيع تاع هذه الخضروات نتاعنا باش العين تشوف حاجه جديده. هنا جبت حبه مندارين ولا حبه طامسو، يعني تشينا تاع الموسميه رانا كيف راهي تشينا رخيصه شويه ما شاء الله. وكما نعرفوا ان الجزر مليح للفائده، اللي يقول لك الجزر يقوي النظر، ونعرفوا ان البرتقال فيه فيتامين سي وغني بفيتامين سي، وراه الوقت تاعو لازم نستغلوه باش ناكلوه في كل تقريب الوجبات انت وعنا، وراه مليح كما يقول لك الفاكهه اللي كانت في الوقت تاعها راهي يعني كما نقولوا حنايا راهي اكثر تعطي القوه للجسم والمناعه، تقوي المناعه تاع الجسم للانسان. كما قلت لكم هنا الحبه تاع التشينه تاعي قسمتها الى شرائح. راه جبت شويه معدنوس ما كثرتش منه، وكما نعرفوا المعدنوس كذلك غني بالفيتامين ومليح مليح بزاف للدراري وللكبار، وبالاخص اللي عندهم اللي راح نديروا حميه غذائيه دايرين الريجيم ولا اللي كاين اللي ياكلوا الاكل الصحي. انا درت لكم طبق مختلف ومعمر بفيتامينات وبالاخص فيتامين سي. هنا راح نديروا عصره نتاع الليمون في هذاك الخليط نتاعنا، عصره تاع الليمون. شوفوا هنا اللي ما كاش عنده القارص يعني ولا الليمون ما عندوش في الدار يقدر يستغنى عليه، يدير شويه تاع الخل. هو من الاحسن انه يدير الليمون كما نعرفوا القارص يعطيه فيتامين سي، ونستعمله بزاف في التزيينات تاعنا اللي نزلت البرد يعني والزكام. وكما نعرفوا ان الثوم كذلك صحي وفيه فيتامينات جد عاليه ومليح حتى البشره تاع بشره الانسان. وكما نكون ننصحكم انكم ما تكثروش من الثوم، على خاطر كما يقولوا يحبط لاطونسيون، يحبط لاطونسيون تخاف تطيحوا تتغاشوا. راح نحطوا شويه تاع الملح، ما تكثروش شويه تاع الملح على خاطر السلطه تاعنا راهي غنيه بالاملاح كما فيها الملح ولا الاسيد تاع الاسيد السيدريك الاسيد تاع البرتقال، وعندنا يعني الحموضيه تاع الليمون، وحطيت معها شويه تاع فلفل الكحل. الفلفل الكحل نعطيها بنه ما شاء الله، وحطيت فيها زيت الزيتون يعني باش تكون تكمل صحه. وهذه البنه تاع السلطه تاعنا مع رشه تاع بصل، رشه تاع بصل. البصل نديرو اختياري، ولكن السلطه هذه ولا الشلاطه هذه تاع البسباس راهي بنينه. سميتها سلطه 5 نجوم، يعني ما شاء الله تقدر تروح اي مكان مطعم كبير تلقاو في هذه السلطه، نسميناها بكاش اسم واحد اخر ولكن تتباع بسعر غالي. ننصحكم انكم تجربوها هذه الوصفه في الدار، راهي صحيه وغنيه بالفيتامينات، فيها واحد البنه ما شاء الله، فيها كما نقولوا حنايا القرمشه تاع البسباس، الحموضيه تاع الليمون، الطراوه تاع الجزر، وهذيك الحلاوه تاع البرتقال مع النكهه تاع البصل، وزد لها هذيك المعدنوس. باش نقول لكم التزيينه نزينو اختياري كما حبيتو، انا حبيت نزينها بورده تاع طماطم وحبيبه تاع زيتون. واش نقول لكم بالصحه والراحه، هذه وصفتنا تاع نهار اليوم سهله مهله اقتصاديه وبنينه بنينه بنينه عن جد عن جد. واو يا
يعني وصفة خطيرة بزاف. خوتي خياتي ما تنسوناش بالإعجاب والبرتاج والتعليقات تاعكم الشابين، ما تنسوش تهبطوا أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات أسمر. تهلاو في روحتكم، سلام.